كمامات كمامات ما عين وناس قاعد دخل نرجيله ها نرجيله شوف السلام عليكم الشاي العراقي شلونك كورونا زين هاك شوف شوف عيني نرجيلتهم وقاعدين تمام لا خايفين من حظر والشاي على قوتاي الله وكيدك والحسين الشهيد انا بس لا تحلف وحده وحده ذيك كورونا انا بالمستشفى 24 ساعه افتر وينها انا اريد اشوفها بدون كمامه ما افتر الله لا طف عليك بنعمته هاي سبحان الله ما بس هو لا 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 ما طول ماكو خوف ما تذيك هو مجرد فيروس مو شرط يوم انا كل شيء خافني ما ياذيني شرط هذا شرط جزئي ما اي صحيح مصطفى اللي وهوس واللي خاف يصير بي صحيح يعني اليوم اليوم اذا تخاف وهوس والمي يقلق بصير بي شنو هي اجت طريقه عذاب استخدموها الاجانب وهي يشدون عيونه ويقولوا له راح نقطع الوريد مالتك خلي السكينه بالعكس بس يمشيها وش يسوي خلي مي ينقط ورا ساعتين مات هاي عمليه خوف هو ايش حسباله دمه جاي ينقط تقول وباء كورونا ما موجود مو موجود بس هو يعني هو مجرد فيروس عادي يعني شلون الانفلونزا مالتنا بس هو الخوف ياثر مع الحظر او ضده لا ضده شنو تسير ورا الثمانيه تتمشى بالشارع لو شنو يعني الا السير ورا الثمانيه يعني هي شغر الحظر مالنا من 8 ل 5 الصبح هي تسير بالشارع تطلع بالشارع ورا الثمانيه لا ما عاد يخففون من الساحه اللي موجوده بالشارع شي يخففون ما يخففون بدل ما طالع خلينا نقول مليون يطلع نص مليون يا بهنا انا قافل عرقابيه ما سقنا ما سقنا ما مرحبا مرحبا شلونك الله يسلمك الحمد لله رايك كراي صديقك انا كراي وياه لان انا عندي ابوي وقع بكورونا وانا ابوك وقع بكورونا ابوه وقع بكورونا مو وقع بيها وانما شنو احنا ما ندري بيه هل هي ممكن بيه اي ما ندري بيه احنا بهذا الوباء هو نعم. بس انا ادخل لابوي لا كمامة ولا اشوف والحمد لله والشكر ما صارت بيك كورونا لا ما صارت بيه ولحد الان انا ما بيه شيء زين الحظر هل تعتقد الحظر اثر على بعض العوائل اكيد بعض العوائل والناس هاي اللي تسترزق منين هسه انا اليوم بعض اجورها يوميه اي اكيد هسه انا اليوم اذا عز المحل يعني اليوم عز المحل هذا منين راح يدفع الايجار منين راح يمشي منين يطلع مصرف بيته منين يريد يطلعه اكيد احنا هو شلون راح يعيش بهذا الحظر وشلون راح يعيش اكيد الشاب العراقي او العوائل العراقيه هواي مظلومه من الدوله يعني ما تدعمهم بموال ابسط شيء الحصه التموينيه يعني لو يعطوها لكل عائله هم تحل لهم مشكله احنا هسه الحصه التموينيه مالتنا هي شغلتين بس التمن وكل شيء ما ويا بعد تمن ومنك الطحين كل شيء ما يعني شو يريد يسوي بهن ذن يعني رفقا بالعوائل الفقيره عوائل يعني ما تقدر تشتري لها بطل زيت صح يعني صح لو يسوون لكل عائله ست بطالة زيت تمن عدس هاي هم يعني شوي يخففون عن يعني المعيشه يعني يوميا يطلع من الصبح لليل عمود 10000 و5000 يعني خطيه شلون يسوون بهذا الحظر هسه الناس راح تعزل كله يعني شردون يسوون اكيد ويا العوائل الفقيره والمتعففه بس الحظر سواه على مود تخفف الحالات تشوف الحالات هواي متزايده بالاوان الاخيره اي اكيد بس هاي يعني هاي الحالات هسه هو حتى لو سوى حظر يعني العالم راح تظل قاعده بالبيت ما حد راح يظل قاعد اذا شفت تجمعات هوايه بس ورا 8-6 تشدد من بعض القوات الامنيه تحياتنا لهم بس بالشارع يعني بس بالشارع. يعني هسه احنا النوبات نطلع للافراح تلقاهم قاعدين نراقب هي الكوفيات مفتحه بالليل ومنزلين شنو برده من رصه ايه وصديقي انت اذا تقول تحكي من الناحيه اثري مثلا هو يفتر بسيارته وراك اكيد ما يفتر بالافراح عيني فلان محمد على زار محمد بجوه اذا نفتح شارع افتح الشارع خلي الغره ويرد شو اسمه يعني وش وقت الحكومه خافت على الشعب ليش احنا اليوم شو من 2003 يعني يوم الا واحد فوقنا يلا نرجع ليش ماكو واحد فوقنا انت من يمك العالم ملت الناس ملت انا جدا اشكرك يقول لك شكرا لك والله يحفظكم ان شاء الله ويبعد عنكم اي مرض